السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة بالشعرية والصلصة، أحلى مكرونة بأمر الله. دي الحلة اللي هعمل فيها المكرونة يا حبايبي. هولع عليها، ولعت على الحلة، هحط في الحلة شوية زيت نباتي أبيض. دلوقتي هحط المكرونة، ده نص كيلو مكرونة أصغر حاجة. هديها كام تقليبة كده قبل ما احط الشعرية عليه. دلوقتي قلبت المكرونة في الزيت اهو، اول ما تبتدي تاخد اللون الابيض الملون بنحط عليها الشعرية. ده ربع كيلو شعرية يا حبايبي، نحطها على المكرونة وهنقلب الشعرية مع المكرونة كده. بنقلب على طول كده يا حبايبي، ما بنبطلش تقليب في المكرونة. طبعا بنحط المكرونة وبنقلبها شوية في الزيت قبل الشعرية عشان الشعرية ما بتاخدش تحمير زي المكرونة. المكرونة بتاخد تحمير اكتر من الشعرية. ودلوقتي المكرونة اتحمرت اهي، ودلوقتي هحط فلفلاية حار وفلفلاية رومي، فرمهم في الكب ومكعب زبدة، هحطهم كده على المكرونة. لو ما بتحبوش الفلفل الحار بنفتح الفلفلاية وبنغسلها تحت الحنفية بتنزل كل الحرارة اللي فيه. ودلوقتي هحط كبشة صلصة طماطم. طبعا الصلصة دي يا حبايبي عليها معلقة سكر، اما بعمل الصلصة بحط عليها معلقة سكر. وطبعا هحط التوابل، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، معلقة بابريكا، معلقة ملح، مكعب ماجي، معلقة كزبرة ناشفة، اربع ورقات لورا. طبعا كل التوابل بمعلقة صغيرة الا الملح والكزبرة، الكزبرة والملح بمعلقة كبيرة. دلوقتي هقلب كل المكونات اللي حطيناها في المكرونة. دلوقتي هحط المية السخنة. انا طبعا بعملها بميه عشان ما عنديش شوربه، انما لو عندنا شوربه بنعملها بشوربه بتبقى روعه، وبالميه برضو بتبقى روعه. بس لو عندنا شوربه بقى ما بنحطش الورق اللورا مع المكرونه، بتبقى الشوربه عليها ورق لورا. كده حطينا الميه في المكرونه وقلبنا كل المكونات اللي حطيناها. دلوقتي هغطي المكرونه تستوي وارجع له. ودلوقتي يا حبايب المكرونة استوت اهي، نديها تقليبة. اول المكرونة ما بتتشرب كل المية اللي فيها بنروح موطيين على المكرونة، تكمل سوا على نار هادية. وطبعا هسيب المكرونة تستهدى ومش هغطيها، هسيبها مكشوفة كده، وبعد كده نقدمها مع بعض، علشان لو سيبناها متغطية ممكن يزيد عليها السوا، انما كده بتبقى المكرونة مفلفلة وجميلة. هسيب المكرونة تستهدى ونقدمها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي هنفضي المكرونة في السيرفيس. بصي يا حبايبي، ودي يا حبايبي المكرونة بالشعرية والصلصة بعد ما عملناها مع بعض خطوة بخطوة. اعملوا المكرونة بالشعرية بطريقة ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله، شير في الخير يا حبايب. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير وبكمل الصحة. نلتقي في فيديو جديد.